عودة من جديدة إليكم متابعينا. فقرتنا الثالثة حنتحدث فيها عن مصطلح كبير جدا ومهم ومتفرع وعنده كثير من الأبعاد، وأعتقد أنه كثير من المشاهدين حيهتموا عن حديثنا عن الثقة. ثقة مفهوم كبير حيحدثنا عنه دكتور حسن محمد رحمة الله، هو باحث اجتماعي ومدرب تنمية بشرية. مساء الخير عليكم، نورنا يا دكتور. منورين دائما قناة النيل الأزرق، وأكيد الموضوع هو فعلا فضفاض وله أثار كبيرة جدا وجانبية. إن شاء الله نتمنى إنه المستمع الكريم يعني والمشاهد استفيد من هذه الآراء ونحن معه، وأكيد إن شاء الله بيناتنا وبينه يعني أكيد تجاذب ويكون في مصداقية وثقة إن شاء الله. مرحبا كده. طبعا احنا مانين نتفلسف حبه كده، الواحده فينا بيقول لك والله انا ثقتي في نفسي عاليه وانا واثقه من نفسي، وانا لو ما كنت بثق في نفسي ما كنت بعمل كده. بنتفلسف في الموضوع ده. دي الثقه فعلا ده مفهومه، انه احنا نظرتنا لنفسنا او ثقتنا في اللي حولنا او في شنو بالضبط معناه، شنو يا واحده او يا تعرف فيهم الاهم. طيب نحن لو جينا يعني تكلمنا عن الثقة، هي معيار كبير جدا، لكن نحن خلينا نقول هي أساس مجريات الحياة المختلفة بكل تفاصيلها. يعني مثلا هي ممكن نقول عليها هي قوة الإيمان بمصداقية الشخص تجاه ثقته بنفسه وتجاه الآخرين. يعني أنا لو ما عندي قوة إيمان ودافعة قوية اتربيت عليها، إذا كانت من نوع من التربية، إذا كانت البيئة الحواليني، إذا كان المدرسة، إذا كان المجتمع، إذا كانت الدولة، إذا كان كل اللي حواليني أنا ما تعلمت منهم الثقة، بتبقى الحياة طبعا كده. اتخيلي إنه ما في أي ثقة بيني وبينك أو بين شخص ما، اتخيلي يكون الموقف كيف؟ إذا الحياة توقفت. هي معناها شنو هي؟ يعني هي معناها هي الاطمئنان، ولا معناها التأكد، ولا معناها شنو هي؟ الإحساس الغريب اللي قاعد نحسه ده اسمه شنو؟ هو أصلاً الثقة شيء يعني 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 مرتبط بشنو؟ بتربيتك أنت. ممكن نقول عليه هو القوة الدافعة تجاه معايير المصداقية، معايير التعامل مع الأفراد، مع التفكير الجيد، مع الأهداف اللي بحققها أنا تجاه أشياء مختلفة، بتاع صمودي تجاه مشاكل أنا بحلحلها. دي كل هذه الأشياء ممكن تدخل في معيار الثقة بالنفس. وطبعا الثقة بالنفس دي ما هي، لكن المفروض تكون الثقة بالنفس والثقة بالآخرين، وفي أنواع كثيرة جدا. ممكن تكون الثقة السلوكية، ممكن تكون الثقة الروحية، ممكن تكون الثقة الثقة الاجتماعية. كل هذه بتنطوي نحو أنواع مختلفة. أما يعني ممكن نقول في ثقة مطلقة وفي ثقة غير مطلقة، يعني حتى الثقة ذاتها عندها أنواع. طيب يا دكتور كلام جميل. الثقة، خلينا في الأول نتكلم عن الثقة بالنفس، وده موضوع مهم جدا. في كثير من الناس بيكون ما عندهم ثقة بنفسهم، والموضوع ده طبعا بيرجع للبيئة والأسرة والتربية، وأحيانا في ناس بتحصل لهم مواقف أو حتات بيشعر إنه هو زول واثق من نفسه لكن يتصرف غلط. طيب ده يعني التصرفات هي ما بتخليك انت انك ما عندك مصداقيه. ما في تصرفات وقتيه، يعني انا مثلا تصرفت في تصرف في 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 نوعيه معينه من التصرفات انا تصرفت فيها، لما جيت راجعت نفسي مثلا لقيت انه انا التصرف اللي تصرفته ده اصلا هو ما فيه ثقه. يعني مثلا انا كلمتك بسير وحاسه بانه السير ده يعني مثلا المفروض ما ادي للزود ده. أيوة. ما انت في لحظه ما حتمشي ما حتنوم اكيد انت يعني انت عندك ثقه في نفسك. ما دام ما اصلا عندك ثقه في نفسك وانت اصلا في هذا الموقف وهذه الظروف انت طلعتي حاجه معينه وما واثقه، ومشيت راجعت نفسك لقيت انه الموضوع ده نهائي ما المفروض يكون هنا اصلا، انت حتعاليه. لانه اصلا موضوع الثقه شنو؟ انه انا ثقتي في نفسي كبيره. حتى لو حصل ديفكت او حصلت مثلا تفشل السير مثلا انت قلتيه وفعلا كلامك تاكد انت انه الثقه المفروض تعمليها دي ما عملتها في محلها، اكيد حتحاولي تعالجي الموقف. وده نحن دايرينه، يعني انه الانسان ثقته في نفسه هي ثقته في الاخرين.
وده ما بيعنيك انك انت ما دام عندك ثقه في نفسك يعني تقومي شنو تحاولي تكون عندك عدم ثقه لمره اخرى. يعني مثلا ده ما يديك الـ 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 انا متاكد يعني حترجعي ثاني وحيكون عندك مرجعيه، وده اكيد نحن بنتعلم من الحياه. يعني اذا اصلا انت ثقتك مع انسان اتهزت ما معناتها ثقتي في انسان ثاني ممكن تتهز لو انا اصلا عندي ثقه في نفسي. لكن بعد ما في الحته بتاعت الزول انه انت بتثق فيه وبتحكي له بعد ما تفشى الخبر وعم البوادي والحضر دي ما عندها حل، في ثقه يا دكتور لو اتكسرت ما بترجع ثاني. طيب في العلاقات الانسانيه خاصه يعني. ما اصلا يلا ما دي من الحاجات ذات اللي انا بعد ذاك بتكون هي زي ما بيقولوا تاريخ في حياتي، او هي بعدها بتكون بتبقى ذكريات وبتكون اشياء انا تعلمت منها. فهي الحياة أصلاً كده يعني بكل تفاصيلها، ما ده درس يعني أنا تعلمته وفهمته وعرفته. يعني حتى إنه مثلاً في المؤسسات الحكومية، في المجالس، في المدارس، في الزوج بين الزوج وزوجته، يعني حتى بين الاختيار. يعني قبل ما أتزوج أنا اخترت شخص وكنت واثقة فيه كل الثقة وهو ما محض هذه الثقة. فده أنا تعلمت منه درسي أنا كيف بعد ذاك أعرف أختار، مع إنه أنا عندي ثقة كبيرة في نفسي، لكن من اشياء معينه تعلمت وعرفت انه الثقه اللي انا كنت اخذتها ما قدر الشخص اللي انا المفروض اخذتها له. فكثير من الناس يعني بتحصل لهم صدمات في مثلا في مؤسسه معينه يكون عمل لك شغل جميل جدا. انا ما بدي الثقه المطلقه، ما هو عمل لي الشغل ده في الفتره دي وفي الحدود في الامكانيه بتاعته دي، او انا اديته كل الامكانيات وعمل لي الشغل. ما معناته ممكن ادي شغل اكبر ممكن يكون يخزنني في ثقه. وكثير من لو لاحظتي مثلا انسان يكون خاشل في مشروع مع انسان وفي الفتره الاولى جدا يكون عامل له شاطر جدا، يجي يخشش في مشروع باكبر منه بملايين الجنيهات. أيوة. وفجاه اختفي ما تعرفي. يعني يقول لك انا الزول ده وكان وكان. انت ما تدي الانسان ثقه مطلقه بغض النظر، لكن تكون حذر. يعني زي ما يقولوا عندنا اخوان المصريين يقول لك حرص ولا تخون. يعني انت بغض النظر حاول يعني تلملم اطرافك بالصوره المرجعية اللي انت يعني قادر تلازم بها الامور. يعني لكن ما كل حاجاتي انا ادها لانسان، وما كل حاجاتي انا تكون هي يعني زي ما نقول. طيب لكن عفوا يعني دي حاجة صعبة يا دكتور، يعني انا لازم يكون عندي مبادئ او عندي قدرة انه انا احدد مقدار الثقة المفترض ان انا امنحه للشخص ده او للتجربة دي او يعني في المشروع ده او في الفكره دي حتى في علاقاتي الانسانيه مثلا، كيف اعرف؟ ما اصلا يعني انت اصلا عندك زي ما قلت لك عندك المعايير. يعني مثلا التصرفات بتاعت الشخص، التايم بتاعه، الزمن، تحقيقه للاشياء اللي انت بتوكلها له، يعني كل التصرفات اللي انت يعني اداك لها في البدايه هي مصداقيه للثقه. صح. يعني ما كانت فيها لوز، يعني ما فيها مشاكل على اساس انه انا اقدر احكم. لكن ممكن يعني بحاجات ثانيه الناس اللي بيكون فاهم برجع للتاريخ، يعني التاريخ بتاعه يعني لو اصلا الموضوع كبير انا طوالي ما بديه، لكن برجع لتاريخه بعرف عن ناس تفاصيل، بعرف عن حاجات معينه. طبعا دي اللي يزور اصلا بيكون عنده ديفلوبمنت، بيكون عنده افكار، بيكون عنده تطور ذهني، وبيكون عنده افكار معينه. فانا برجع وبهذه حتى لو في يعني لوز او في زي ما بيقولوا خطر بيكون حاجه بسيطه، يعني بعدها انا بقدر الملم الموضوع بطريقه. صح. في الحالات دي انت بتديه ثقتك بعد تكون عاشرته يعني مده كبيره من الزمن. لكن حتى المعاشره يعني انا ممكن اكون انسان برضه عاشرته فتره طويله، لكن بعد ذاك الثقه تتهز لظروف معينه ولحاجات معينه، والانسان في النهايه مشاعر واحاسيس. يعني صح. حتى في كل الاشياء تدخل مع الثقه المشاعر والاحاسيس. دكتور حسن يعني احنا نتحدث عن الثقه بالنفس ونرجع للبدايه خالص، في كثير من الاباء والامهات ما بدوا ابنائهم ثقة بنفسهم، ممكن يسمعوا كلمة، يقول له كلمة يخليه يعني مهزوز طول حياته. وأيضا برضو في كثير من الشباب والأنسات حاليا بتلقاهم بيفتقروا لحتة الثقة بالنفس. السؤال هنا كيف أثق بنفسي؟ التربية السلبية. طيب هناك يعني أسس وأطر لازم أنا يعني تحدد في إنه كيف أنا أقدر أملك إنسان ثقة. يعني هذه الأشياء لابد إنه تكون متوفرة. يعني أول حاجة إنه الإنسان أو الطفل يعيش في بيئة يعني فيها توازن نفسي. أول حاجة
يعني مثلا أنا ممكن أعيش في تسلط، في عدم إدراك للمسائل الشخصية للشخص اللي أنا يعني مثلا ممكن إليه، إذا كان تربية، إذا كان أخو، حتى أخت، حتى صديق، حتى كده لازم أنا أديه هذه الأشياء، يكون في عدم في لا يمكن يكون في عدم تسلط، يكون في بيئة صالحة قدر عاش فيها. بعد ذاك ما أشعر بعدم النقص، يعني دائما الإنسان اللي أنت بيكون صيغته مهزوزة بيكون عنده نقص في نفسه دائما، يعني بيحس أو بيكون هو ملجأ للآخرين، يعني دائما تلقاه الإنسان اللي عنده عدم صيغة بيلجأ لمن حوله يعني يحلوا له مشاكله، يعني دائما تلقاه يعني مثلا أنا يا جماعة وعندي الحاجة الفلانية، حتى في مزلة العمل تلقى إنسان هو يعني بيعمل الحاجه صح لكن ما عنده ثقه في نفسه، يقول لك يا استاذه والله انا الموضوع ده لو يعني ما مع انه هو شغل صح لكن يجي يعني ليه؟ لانه هو اصلا يعني ما الاسس اللي تربى عليها او القام عليها هي ما كانت متكامله في شخصيته على اساس انه يكون عنده شخصيه قويه. طيب بالنسبه للمراه شنو اكثر الحاجات اللي بتدعم لها ثقه في نفسها، وهل معايير الثقه عندها بتختلف من فترة أو مرحلة عمرية لمرحلة عمرية ثانية؟ طيب ما زالت المرأة دي جميلة، لأنه أصلا المرأة بصراحة هي عنصر الأساس العاطفة، إذا كانت أخت أو إذا كانت زوجة أو إذا كانت صديقة أو إذا كانت أيوة صحيح، علي لنا صوتك شديد بالنقطة كان الدنيا بلا تسمع، المرأة عواطف ورقة تعامل معها على الأساس ده يعني بالضبط كده، يعني ما يعني شوفي لاحظي يعني شوفي الثقة، يعني حتى المرأة لما تيجي تعمل حاجة في البيت يعني عملت لك أكلة وهذه الأكلة أنت مثلاً عبرت عنها بشيء أكيد بتديها الثقة، بتمنحها يعني كل التفاصيل الحاجات الجميلة، ممكن المرة الجاية تيجي تلقاها عملت لك حل من غير فلوس، لا دي طبعاً ما في لا والله في طيب فعشان كده يعني دائماً نحن نملكها، نملك العاطفة، إذا كانت بنتك مثلاً كيف تقدر تملك العاطفة وتديها الباور وتديها كل الثقة، تحمل المسؤولية في تصرفاتها، تديها الإحساس قدام الناس، يعني مثلا هسا كثير من الزواج مثلا يقول لها إيه؟ يعني مثلا الناس قاعدين يقول لها يا أخي دي بتعرفي شنو؟ الله يعني دي كلمة قاسية يعني خلاص دي بتكون يعني عملت كل الأشياء اللي لخبطت كيانه زي ما يقولوا. بعد ذاك تاني لو جات قعدت مع الناس ديل او قعدت مع ناس غيرهم بتكون عامله ألف حساب، صح. انا يا ربي قاعده صح، انا يا ربي بعمل غلط، انا يا ربي يعني دي خلاص بعد ده نحس بعد ده بدينا نحس بانه في عدم او اهتزاز بتاع صيغه. لذلك يعني المراه دائما زي ما انت تكلمت عن المراه، المراه دائما مشاعر واحاسيس، يعني شعوره واحاسيسها اكبر من الرجل في كل التفاصيل، يعني انت ممكن كلمه بسيطه تخليها هي تكسر الدنيا بي 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 بالاشياء الجميله، بتعبيره، برحيقه، بحاجات هم يعني الرجال عارفين المعلومه دي يا دكتور؟ طبعا اكيد هم عارفين ان الموضوع في التعامل مع المراه هو الكلمه اللطيفه. طبعا اكيد ما في شك حتى في مجال العمل، يعني لو كثير من الدراما اللي انت بتشاهديها في على مستوى العالم كلها، يعني لما تيجي تتكلم عن المراه في موضوع الدراما وفي موضوع البرامج اللي هنا بتلقيها دائما العنصر الاساسي بتاعها عاطفه، يعني تلقاها وصلت لمراحل بتاع يعني حتى في التمثيل ده لو انت اديت اجبحت المخرج او الزول الكاتب السيناريو اديت اشياء فيها نوع من العاطفه تلقاها مبرزه جدا بتجيدها بطريقه ثانيه. طيب دكتور حسن انا عايز امشي معاك لسه في الجانب التربوي، دور المدارس في تعزيز الثقه بالطالب، مرات في طلبه كتار مثلا بيسمعوا كلمة من أستاذ في مادة معينة أنت كعب أو جاب نمرة سيئة فبيقوم بيحرجوه قدام الناس فبيكره المادة دي إلى الأبد يعني. يعني أنا يعني ده والله سؤال جميل جدا، لأنه حقيقة يعني بالرغم من الظروف المر بها المعلم أو المعلمة نحن محتاجين لأنه المدرسة هي تقريبا يمكن تأخذ حيز أكثر من البيت. صحيح. في الفترة الأخيرة دي يعني تلقى الطالب اليوم كله في المدرسة. يعني لذلك انا بناشد كل المعلمين والمعلمات انه يعني يعرفوا حتى ظروف الطالب، يعني وضعه وظروفه واحتياجاته وتفهمه للمسائل، يعني احتمال واحد تلقاه فجاه بقى شاطر، بقى بليد مثلا. هو شاطر جدا ليه بقى بليد؟ ما اكيد في اسباب، يعني انت ما تخلي الاسباب وتبقى في شنو؟
في الـ في الـ في الاساس اللي هو انت مثلا فشل في ماده ما معناته هو خلاص فاشل، او بعدين ما في حاجه اسمها انسان ذكي وانسان بليد، لانه اصلا دي حاجه حسب نسبية حسب البيئه والظروف اللي انت عشت فيها. حتى الجينات ما موجوده في مساله الذكاء، حتى الجينات ما موجوده في مساله الذكاء، لانه الذكاء دي كلنا مساوين فيه تخيلي، لكن انا عشت فيها بيئه، عشت فيها ظروف، لذلك مكتسب يعني مكتسبه. اي حاجه في الدنيا دي يعني ما في حاجه يعني، العقل ده اصلا مقسوم لاثنين، فص يمني وفص يسري، كل فص هو عنده تبعيات وعنده حاجاته بحركها. لذلك يعني الثقه بتتبني دائما في الهرم اللي انت بتكون موجود فيه، اذا كان في البيت او في المدرسه او حتى البيئه اللي حوالينك. يعني مثلا تلقى في يعني مثلا لو قمنا شويه من المدرسه تلقى مثلا البيئه تلقى مثلا الانسان عنده تأتأة، فاولاد الحله مثلا يسموه اسم ولا خلاص حيتعقد، حتبقى عنده عدم ثقه في نفسه، عدم درايه لحاجاته. تلقى مثلا في المدرسه زي ما قالت الاستاذه مثلا تكلميه عن اشياء هو تعامل في الفصل بطريقه ما، او يتكلم بطريقه ما انت بتفهم شنو، خلاص دي عقده حتقول، لانه انت قدام مجتمع مننا، لكن دائما انت تمدح. يعني الليله والله الليله مثلا فلان ده يا اخي زول شاطر جدا، الليله ما جاوب معناته الليله عنده حاجه، ونحن ذاتنا يعني مثلا يعني احنا عندنا كان والله الليله معناته الدوق عين كده بطريقه يعني لذي انت مالك الليله في شنو كده، لكن ما طوالي تلزمه بالحاجات وقتيا وتعبر عن مشاعرك تجاهه بالكره او بالمشاعر القليظه على اساس انه حتكون بالنسبه له سلبيه جدا. يعني احنا والله يعني ما تمنينا انه الفقره دي تنتهي، لانه عندنا اسئله كثيره جدا جدا مش كده يا ريهات؟ اكيد والله عندنا اسئله حتى شخصي، في افكار كثيره بتدور في راسنا، لكن يعني تعلمنا واستفدنا كثير منك، فادينا نصيحه اخيره قبل ما نختم معك. والله طبعا انا اتمنى انه يعني النصيحه الاخيره لكل المجتمع اللي احنا الان بنسمعه حتى على المستوى الدولي، يعني حتى لو لاحظتي انه لو كان ما في ثقه بين الافراد وبين المجتمع اللي انت حوالينك شكل الحياه شوفي حيكون كيف. انا اتمنى كل الناس اللي بيتعاملوا في كل الحياه يكون عندهم ثقه اول حاجه بنفسهم، وكيف نقدر نبني جسور الثقه، جسور الثقه بتتبني من البيت لغايه ما نصل لموضوع الدوله اللي هو الانسان اللي بكلنا وزير وبكلنا سفير وبكلنا دكتور وبكلنا يعني كل هذه المجتمع نحن بنبنيه من ايه؟ من البيئه الصغيره دي. داير انا من الوالد والوالده والاسر كلها انها تتكامل في انه كيف تعيش حياه سعاده، لانه فعلا السعاده نحن بنبنيها بالثقه. يعني انت هسه لو كنت يعني مثلا ده تعمل اي حاجه وانت بتثقي في اي انسان، وانت ماشيه في الشارع بتثقي في الشارع الفلاني ما بيعمل لك مشكله، واصغه في الحته الفلانيه، اكيد حتكون شعر بالسعاده اكيد في كل وقتك، وحتكون مبتسمه طول الوقت، لكن فجاه كده تظهر لك حاجات. فاتمنى انه في اخر هذه الحلقه انه نكون سعداء ونكون عندنا ثقه في نفسنا ونكون عندنا ثقه في الاخرين، ونتمنى ان نشوف الدنيا كلها سعاده وكلها ثقه ان شاء الله. احنا محتاج نورط نسرين مكي على الهواء ايوه انه الفقره دي تمتد توعدنا بفقره ثانيه اكيد احنا كثير من المشاهدين عايزين. شكرا لك ان شاء الله. الله يكرمك نهاد. احنا دي فقرتنا انتهت، عندنا فاصل خلاص فقرتنا انتهت، وسعدنا بها زي ما قالت موده، وصراحه يعني كانت فقره مهمه وان شاء الله تدعد لكم اكثر متابعينا، اكيد مواضيع مختلفه بعد الفاصل الاعلاني.